بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من خيار عباد الله الصالحين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الحلقة المباركة من برنامج ويعلمهم نتحدث عن الفقه. والفقه أصل أصيل في دين الله سبحانه وتعالى، وعمود اعتمد عليه دين الله، وهو من مقاصد الدعوة المحمدية التي بعث الله سبحانه وتعالى بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك صريحا حين قال في الآية الكريمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى أخبرنا من علة وجودنا في هذه الدنيا، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة هي التي خلقنا من أجلها، والعبادة هي ما نؤديه مما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا أو ندبنا إليه. لكن العبادة ليس المقصود بها إقامة صورتها، ولكن المقصود بها أن تقام على الوجه الشرعي وبهيئتها المرعية الواردة عن سيد البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أدى العبادة بدون أن يكون على مقتضى أبواب الفقه المأخوذة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مؤديا للعبادة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. ولذا صلى الله عليه وسلم عندما صلى في حضرته الشريفة ذلك الصحابي ولم يطمئن في صلاته، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ودلالة هذا أنه لم يكن قد صلى، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ولأنها أي الصلاة جرت تلك على غير المقتضى الذي قرره صلى الله عليه وسلم وأخذه بعد ذلك الفقهاء في اشتراط الطمأنينة في الصلاة، وكرر ذلك فكرر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عملت إلا ما علمت فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا كبرت فاقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والعلماء رحمهم الله تعالى يقررون أن الذي يعمل بدون أن يكون عمله موافقا للشرع وبدون أن يكون على ما قدره العلماء رحمهم الله تعالى مما دلت عليه نصوص الشريعة لا يكون ذلك العمل مقبولا. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. الفقه شأنه عظيم، ولذا الله سبحانه وتعالى أمر الأمة بأن تنفر لتحصيل الفقه، ويذهب منهم طائفة ليتعلموا عند من يكون قد أحسن الفقه. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذا بيان شافي على أن الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته، أنه لم يلزم العامة بأن يكون لهم سعي جميعهم إلى التفقه في الدين والرحلة من أجل تحصيل الفقه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لطائفة، هذه الطائفة هي التي تذهب وهي التي تتفقه في الدين، ثم بعد أن يكون عندها الحصيلة العلمية التي تحصل عليها من ذهابها إلى أماكن تحصيل العلم تنذر قومها إذا كانت قد رجعت إليهم وتخبرهم بما كانت قد تعلمته من أحكام الفقه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الكلام فيما يتعلق بالفرض الكفائي، لأن هؤلاء الذين ذهبوا ليأخذوا الفقه ويتوسعوا في دراسة الفقه هؤلاء هم مجموعة من الناس وليس كل الناس، هم الذين حصلوا على الأجر وهم الذين نالوا الأجر، ومن لم يكن قد قام بهذا ولم يكن مشاركا في هذا العمل فيكون معذورا إذا كان قد قام به جماعة يسقط الحرج عن الباقين، وهو إلزام من الله سبحانه وتعالى بأن يكون للناس اهتمام بهذا الدين وبهذا الفقه حتى يرحلوا إليه. ولكنه صلى الله عليه وسلم يبين كما في الصحيح أن الذي يتجه إلى الفقه وإلى دراسة الفقه تحرير مسائل الفقه يكون قد سبق من الله سبحانه وتعالى إرادة بأنه أراد له خيرا وأراد به خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، كما في الصحيح، هكذا هي الرواية. فدلالة الحديث في منطوقه أن من أراد الله له خيرا فقهه في الدين، ومفهومه أنه من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهو أمر خطير في حق من عزف ولم يرد تحصيل العلم عزوفا عنه، أما من أراده وسعى في تحصيله فهذا قد سبقت له من الله سبحانه وتعالى خيرية مكتوبة له من الله عز وجل. الفقه هو الدلالة على الفهم في دقيق المسائل، لأن إذا تأملنا النصوص الشرعية الدالة على تحصيل الفقه نجدها تدل على دقيق الفهم وليس مجرد الفهم. وهو صلى الله عليه وسلم جعل رسالته صلى الله عليه وسلم محمولة من قبل هؤلاء الفقهاء الذين يستفيدونها ويكتنزونها ثم بعد ذلك يبثونها للناس، فيسير الناس على هدى من الله سبحانه وتعالى وينتفعون بما يمكن أن يكون قد اكتزن في قلوبهم ودونته أسفارهم من علم ومن فقه، يكون هذا مما بعث به الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبين لنا صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها نقية، وفي رواية: أرضا طيبة أنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقنا شرب الناس منها وسقوا وزرعوا، وكان منها بلاقع بل كان منها قيعان، وأصابت أرضا إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لا يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهي الطائفة التي قال عنها أنها أمسكت الماء وهي العلم ادخرته، ثم بعد ذلك انتفع الناس بها فكانت الشرب منها وكانت السقيا منها وكان النبات بسببها. وهذا هي الخيرية التي أرادها المولى سبحانه وتعالى لمن كان قد اختارهم ومن كان قد اصطفاهم سبحانه وتعالى لأن يكونوا حمالا لهذا الدين وأوعية لهذا الدين وأوعية لما كان هو خلاصة للكتاب والسنة. الفقه في الأحكام هو خلاصة الكتاب والسنة بعد التحرير وبعد التنقيح وبعد التمحيص، كما هو معلوم عند أهل العلم فيما قرروه من هذه المسائل العلمية التي انتفع الناس بها ودرسوها وحرروها، وهي موجودة في أسفارها العلمية ومذاهبها المعروفة المعتمدة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين صلى الله عليه وسلم من هو الذي هو أكرم الناس والكريم الذي يكون أكرم، والذي يكون أكرم الناس هو الذي يكون له المنزلة عند الناس، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وسألوه من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال أكرمهم أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا يا رسول الله لا نسألك عن هذا. قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال لا نسألك يا رسول الله عن هذا. قال تسألوني عن معادن العرب؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا كانوا من أهل الفقه وأهل الفهم في القرآن وفي السنة وفيما كان خلاصة لها من هذه الأحكام المحررة المقررة، هؤلاء هم أكرم الناس وأفضل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بهذه الخصوصية فجمعوا بين خيرين، خير سابق وخير لاحق، ونفع خاص ونفع عام. والنفع الخاص له أجره وله مكانته وله فضله وله منزلته، لكن الأجر المتعدي الذي يكون الإنسان منتفعا به ويتعدى إلى غيره هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، لأن الشريحة التي تنتفع به تكون أوسع ويكون أجرها عظيم. ولذا صلى الله عليه وسلم عندما سئل وذكر له شخصان أحدهما كان من أهل الصلاح وآخر ومشتغل بالعبادة والآخر مشتغل بالعلم، ذكر صلى الله عليه وسلم أن صاحب العلم له المزية، وبين ذاك أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث معلما عليه الصلاة والسلام. والفهم في الكتاب والسنة هو الفقه، وهذا هو المعنى اللغوي للفقه. وأما في الاصطلاح بالنسبة لفروع الفقه يعرفها العلماء رحمهم الله تعالى، ويقولون أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهذا تعريف لفروع الفقه. وتعريف أصول الفقه غير هذا، وتعريف القواعد الفقهية غير هذا. والكلام المراد هنا بالفقه الذي يكون مبثوثا بين الناس ويرجع الناس إليه هو المراد به هنا في هذا الكلام وفي هذا الحديث، المراد به الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة بأدلتها من أدلتها التفصيلية. الفقهاء رحمهم الله تعالى هم الذين يعرفون ويبينون مرادات الله سبحانه وتعالى، هم الذين يبينون مرادات الله سبحانه وتعالى بحسب ما يكون لهم من اجتهاد أوصلهم إلى معرفة هذه المرادات التي يكون الناس متعبدون بها. وهو صلى الله عليه وسلم بيّن ذاك صريحا، قال رب مبلغ أوعى من سامع، وقال في الرواية الأخرى
رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال في الرواية الثالثة ورب حامل فقه ليس بفقيه. ومعنى هذا أنه يحفظ النصوص التي وردت في كلام الله وفي كلام رسوله، لكن ليس عنده الملكة وليس عنده القدرة على معرفة الأحكام المستخرجة من هذه النصوص، فيكون حامل النص وحاملا للفقه، لكن يحمله إلى الفقيه الذي ينظر في تلك النصوص فيستخرج منها هذه الأحكام التي يكون بها الانتفاع ويكون بها الاستفادة وتنتشر بين الناس، فيكون الناس قد عبدوا الله بسبب ما كان قد قام به من تعليمهم مما دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة وأدلة التشريع الأخرى. هذا هو الفقه الذي له من الفضائل ما لا تحصى، والذي له من الخصائص ما لا يمكن أن تستقصى. الله سبحانه وتعالى مدح أولئك وأثنى على أولئك وجعل الخيرية كما سمعنا في حديث الصحيح لمن كان قد ألهم الفقه. وهو صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس وكان شابا صغيرا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت الخلاء فبادر وأسرع وأحضر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم رأى الوضوء قال من أحضر الوضوء ومن أتى بهذا الوضوء؟ قالوا له إنه عبد الله بن عباس، ففرح وفطن إلى ذكائه وإلى فقهه، قال اللهم فقهه في الدين. فهذه الدعوة كانت نافعة له، وهو من الفقهاء المعدودين المعتبرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، والحمد لله رب العالمين.